متفق معاك جدا ان ماتش ميلان وليفربول كان جميل ومثير جدا، بس عايز اقول لك حاجه، لو ما اتفرجتش على ماتش مانشستر سيتي وليزبك ففاتك احلى واجمل مباراه في الجوله دي، كان ممكن تتفرج عليها. ماتش جميل جدا، ماتش مفتوح جدا، ماتش فيه اهداف كتير، 9 اهداف 6-3 لمانشستر سيتي، ماتش كان فيه اثاره عاليه جدا، ماتش كان فيه كلام كتير. واحنا جايين النهارده نتكلم على ماتش مانشستر سيتي وليزبك. عزيزي لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبك اعمل سبسكرايب او اعمل ديسلايك واشطف في الكومنتات وقول اللي انت عايزه. عزيزي مانشستر سيتي بيبدا المباراه بطريقه سريعة جدا، ضربة ركنية بيقدر يسجلها ناسم ايكاي، ناسم ايكاي اللي كان عامل ثنائية جنب روبن دياز النهاردة، كنا قاعدين نقول الله خير وبركة، بقينا بنستفاد من الضربات الثابتة اهو، وعندنا 2 مساجين ممكن ان هم يطلعوا يزيدوا ويسجلوا اهداف. اه جون ستونز كان بيعمل الدور ده، بس ستونز مش موجود، فنقول ان ناسم ايكاي بيعمل الدور ده بطريقة مميزة مع روبن دياز اللي بقى كابتن فريق النهاردة. وطبعا موجود زويتشينكو ناحية الشمال، والناحية التانية موجود جواو كانسيلو، ونص ملعبنا فيه رودري وبرناردو سيلفا، وكمان كان فيه كيفن دي بروين، والثلاثي الهجومي رياض محرز وفيران توريس وجاك جريليتش. قاعدين نقول الحمد لله رب العالمين ان احنا بنلعب قدام فرقه زي ليزبك كده. هنخلص الماتش بدري بدري ونقعد نشوف باريس سان جيرمان هيعمل ايه مع كلوب بروج. اتمنينا قاعدين في المجموعه بنعد دلوقتي النقط من البدايه، وسبحان الله يا اخي كيفن دي بروين يعمل مجهود فردي ويلعب عرضيه، المساك بتاع او الباك اللي كان راجع يعمل التغطيه العكسيه بتاع فريق ليزبك، يعني تقدر تقول كده ان الولد صعب عليه المجهود اللي عمله كيفن دي بروين. كيفن عمل العرضيه والراجل قدر ان هو يسجلها لمانشستر سيتي في مرماه، اللي هو نوردي بيسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي. علشان خاطر نقول الله احنا خلصنا الماتش بدري بدري بقى، احنا خلاص بقى نروح نتفرج على باريس سان جيرمان ونشوف الدنيا فيها ايه، علشان خاطر نلاقي ناس انه كايب يقول لنا انا مش جبت جون، عايزين مني حاجه ثاني بقى، انا هلبسكم جون اهو، ونكونكو بيسجل الهدف الاول لليزبك. حاجه ما فيش مشكله يا ناس، يا حبيبي اغلط يا بابا، انت سجلت هدف مش مشكله لما تعك وتخربها في جون عادي، ما فيش اي مشكله حبيبي، علشان خاطر الفار يدينا ضربه جزاء ويقدر رياض محرز يخلص بيها الشوط الاول بثلاثيه لمانشستر سيتي. رياض حطها بطريقه مثاليه كعاده رياض في ضربات الجزاء. دخلنا بقى الشوط الثاني واحنا 3-1، حط رجل على رجل بقى يا معلم، خلاص الماتش خلص بقى، يعني احنا هنقعد نركز كتير مع الفرقه بتاعت ليزبك؟ خلاص يا معلم واضح ان الموضوع سهل وخلصانه بشياكه، علشان خاطر الناس اللي جايه يقول لك انت ناسي ولا ايه؟ انا موجود هنا يا باشا، ده انا هبطت بورنو موسى يا باشا، انت مش جبت جون يا ابني، هتذل امي بالجون اللي انت جبته هتلبسني جونين؟ عادي يا ناس براحتك يا حبيبي، اخربها براحتك يا بابا، مكملين احنا في العك اللي احنا فيه ده كتير، علشان خاطر في الفولن يجي يلعب واحده لجاك ليتش، جاك ليتش اللي جات له كده ده بيجيبش جوان، ده مش بتاع جوان اساسا، عشان جاك جريليتش ياخدها ويجري ويحطها في المرمى وكلنا بعدين هو ده جاك جريليتش بتاعنا احنا ولا في حاجه غلط؟ الواد يعني بقى بيسجل اهداف، خير وبركه عزيزي، الحمد لله الهدف الرابع جه. خلصنا بقى الماتش ونشوف هنعمل ايه بقى، عشان خلاص الماتش كده خلص 4-2 لينا، ونقعد بقى كلنا نتفرج على التغييرات. رودري بيطلع بينزل فرناندينيو، وكان جندوجان بينزل وبيطلع برناردو سيلفا، وفيل فودن بينزل مكان كيفن دي بروين، لا روبن دياز اسف هو اللي صنع لجاك جريليتش، ما كانش فيه الفودو لان فيه ما كانش لسه نازل ساعتها، علشان خاطر كلنا نتفاجئ برضو بالاسطوره الحيه ناس انك يقول لك انتوا نسيتوني ولا ايه؟ هلبسكم الجون الثالث اهو، لهم انت جبت جون وبتلبسك ثلاث اجوان، ايه الافتراء اللي في اهلك ده يا حبيبي؟ علشان خاطر من بعدين ها حلوه الفكره بتاع ناس ايكاي وروبن ديازي، بس ابوس ايدك يا مستر بيب اوعى تكررها تاني، عشان خاطر الواد ده بيحرق دمنا ولسه مخسرنا كاس في بدايه الموسم قدام ليستر سيتي، وارحمنا منه علشان خاطر خلاص احنا جايبين اخرنا، يعني الواد جاب جول لبسنا ثلاث اجوان ونكونكو تنجم عليه وثلاث اجوان، وهو سبحان الله اللي كان ماسك نكونكو كل شويه روبن ديازي يبص له كده يا ابني حرام عليك يا ابني، انت عشان جبت جون هتقعد تذلنا؟ بس عادي الحمد لله عدت على خير. جواو كانسيلو بعدها بيجيب الهدف الخامس لمانشستر سيتي، علشان خاطر خلاص بقى نقول اهي من السهرية بقى يا جماعه بتوع ليزبك، مش هنقعد بقى نرجع مع بعض في النتيجه وخلاص بقى، ما صوتش معانا للدرجه دي، عشان خاطر خليني اقول لك بص يا معلم انا خلاص انا الانذار الثاني اهو واتطردت وخلاص بقى معلم الماتش خلصان اهو بشياكه، بس ابوس ايديكم روح امسكوا ناس الايقاع بدل ما نلبسكم الجون الرابع. وبيجي جابريل جيسوس بعد ما نزل هو ورحيم ستيرلينج، بيجي جابريل جيسوس الهدف الثاني عن طريق صناعه من جاك جريليتش، اللي هو الله جريليتش جاب جول وعمل اسيست، ايه الجمال والحلاوه دي؟ انت محسود يا ابني، هو انت جاك جريليتش بجد ولا في ايه يا عزيزي؟ عشان خاطر نخلص السيمفونيه الجميله والمباراه الجميله التي لم يكن يعيبها الا وجود الاسطوره ناسن ايكاي اللي كان مشارك النهارده بطريقه ايجابيه جدا، سجل للسيتي وكان سبب رئيسي في ان نكونكو يسجل 3 اهداف في مرمى مانشستر سيتي، علشان نخلص الليله الجميله دي والمباراه الجميله دي بطريقه مميزه جدا، ومانشستر سيتي يقدر ان هو يحصد ال3 نقاط وصداره المجموعه بعد ما باريس سان جيرمان اتعنكش هناك في كلوب بروج بعد ما مبابي اتصاب وحاجات كتير حصلت كده في الماتش، بس ده
مش وقت ان احنا نقعد نتكلم على ماتش باريس سان جيرمان. مانشستر سيتي بينهي المباراه ب6-3 والحمد لله رب العالمين عدت على خير. ودكتور نصر ايقاي كنتم تردون الفوز. انا عجبك الفيديو اعمل لايك، ان لم يعجبك اعمل سبسكرايب واعمل ديسلايك وانزل اشتم في الكومنتات.